استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 1.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر إنساني لتجريمها ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة، أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟ إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف. كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر. سأكرر وأؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. الحضور الكريم، هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت للتعامل مع جذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأتي الحين لنبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار؟ وضع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات
وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف. إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة. بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى، وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد، وبقيت شامخة، شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك فقد وجهت لكم الدعوة اليوم نناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعيونهم فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه، يأتيه الموت بقذيفة أو قصف، أو يأتي بطيئا لجرح لا يجد دواءه أو لجوع لا يجد زاده. دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدا سيكون أفضل من اليوم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لجلالة الملك عبد الله فليت. تفضل. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين. أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة لاجتماعنا في هذا الوقت الصعيد العصيب من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها نحو الهاوية. اسمحوا لي أن أتوجه بالحديث بالإنجليزي إلى أصدقائنا من أوروبا والعالم الموجودين معنا اليوم، فرسالتي لهم: My friends, السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يحيي المسلمون والعرب الآخرين بالدعوة لهم
بالسلام والرحمة من الله. جاء ديننا برسالة للسلام، فالعهدة العمرية التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرنا من الزمن، وقبل أكثر من 1000 عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا كبيرا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يدمروا كنيسة. هذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين تطبيقها والالتزام بها، كما يتحتم الالتزام بها على كل من يؤمن بأنسينيتنا المشتركة، فحياة كل المدنيين ثمينة. أصدقائي، تغضبني وتحزنني أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل. إن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مستويات. إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة. إنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. إنها جريمة حرب. ومع ذلك فكلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا. ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء والمياه والكهرباء والاحتياجات الأساسية. وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورا، وهكذا كان الحال فعلا في الفترة الأخيرة في صراع آخر، لكن ليس في غزة. فقد مر أسبوعان منذ فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، ويستمر مع ذلك الصمت الدولي من غالبية البلدان. ولكن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي اختياري وانتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان. هذه رسالة خطيرة للغاية، وعواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا. أصدقائي، لا يمكننا أن ندع العاطفة تملي علينا كيفية التعامل مع هذه اللحظة. فأولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة: أولا، الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين انسجاما مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي. ثانيا، إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة. ثالثا، الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا. أصدقائي، إن هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء. فنحن جميعا ندرك جيدا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس تتكرر دوما. وبينما تقوم إسرائيل اليوم بتجويع المدنيين في غزة حرفيا، فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل. وعندما يتوقف القصف لن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال، وسيدير العالم ظهرة إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن هذا الفشل في
تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. ويتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين. وعلى القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا وبشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم. على مدى السنوات 15 الماضية رأينا كيف تحولت أحلام حل الدولتين وآمال جيل كامل إلى يأس. هذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة التي بنيت على الأمن بدل السلام وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض، تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق. وفي هذه الأثناء تسببت بتمكين المتطرفين من الجانبين، ولكنه لا يمكننا غض الطرف عن هذا الصراع باعتبار حله بعيد المنال من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين. إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناءكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف. ومن واجبنا كمجتمع دولي أن نفعل كل ما هو مطلوب لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين. إن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين فلسطين وإسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر. لقد حان الوقت للعمل بجدية. شكرا لكم. أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على كلمته، وأعطي الكلمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب السعادة والمعالي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في البداية أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية المهمة. نجتمع اليوم من أجل السلام والخير وصالح الشعوب، ونستذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانع السلام في عام 1996 ميلادي في شرم الشيخ، وهذا ما عهدناه في الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة ودعوتها الدائمة للسلام والتآزر وخير الأوطان. ونحن اليوم نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعا.
ولدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام ووئام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة. وأننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة. إن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده. حضور الكرام، إن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي. وفي الختام، نجدد تأييدنا للدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وثقتنا في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وأعطي الكلمة لفخامة السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، فليتفضل. Your Excellency President صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السيدات والسادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء البلاد وممثلي الحكومات،
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لاجتماعنا اليوم في هذه القمة المهمة والتي نتمنى أنها تزيد من الوعي وتزيد من الوعي بشأن ما يحدث في هذه البقعة من العالم، ونتمنى أننا نخرج من هذه القمة بخارطة طريق ينتهي إلى حل. نشكركم على شجاعتكم وعلى رؤيتكم بأنه حتى في الأوقات العصيبة مثل هذه علينا أن يكون بمقدورنا أن نعقد وأن نجمع قادة الدول لأن نتشارك الأفكار ورؤى حول ما يمكننا أن نفعله. إننا نجتمع هنا يدا بيد وكلنا تخوف وقلق في مثل هذا الصراع غير المشهود الذي يحدث في قطاع غزة وإسرائيل كذلك، فإننا نعرب عن خالص العزاء والمواساة لهذه المعاناة الإنسانية. نحن في جنوب إفريقيا نرفض تماما مقتل المدنيين وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك قرار التهجير القسري والنزوح الإجباري مثل هذه الأخبار الصعبة، وعلى رأسهم القصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذي ينتهك القوانين الدولية، والأدهى من ذلك وأمام البشرية جمعاء، فإننا ندعو إلى وقف مثل هذه الإجراءات فورا، ونطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة. كذلك فإننا نطلب تقديم وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية مثل لتمرير الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء، وتقديم كذلك المساعدات الإنسانية التي هي مطلوبة للشعب الفلسطيني. كذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار، ونحن في جنوب إفريقيا فإننا بالطبع مهتمون بما يحدث في فلسطين لأن شعوبنا تثمن هذه الجسارة والشجاعة أملا في تحقيق حريتهم ورغبة في إنهاء معاناتهم دعما للشعب الفلسطيني، ولكن كذلك لدينا قادة يتسمون بالشجاعة والقدرة على تنحية الخلافات والعمل نحو تحقيق السلام وتحقيق نظام عادل لهذه القضية. إذن نحث كل الأطراف على وقف هذه الاعتداءات، كذلك نحث كل الدول على وقف تقديم الأسلحة لكلا الجانبين رغبة في عدم تأجيج هذا الصراع. كذلك فإننا نعول ونلقي بالمسؤولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل نحو تهدئة هذا الصراع الذي طال أمده لعقود عديدة وتحقيق السلام. كذلك فإن هناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشري ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دول عدة، والطريقة الوحيدة لإحلال السلام هو إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني بشأن حقوق الإنسان وكفل كرامتهم وحفاظ دولتهم. هذا بالطبع يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والتي تضمن حل الدولتين إسرائيل وفلسطين بناء على حدود
67 كذلك من خلال عملية المفاوضات وتسوية هذا النزاع مدعومة بجهود المجتمع الدولي يمكن للشعب الإسرائيلي إنجاز الأمن الذي يسعى إليه ولشعب فلسطين أن يدركوا ويحققوا حريتهم وحق تقرير المصير الذي يستحقونه وعلينا نحن كمجتمع دولي أن ندعو لعملية وقف إطلاق النار والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع والوقف داعمين لمن يدعم السلام وحقوق الإنسان وإنهاء المعاناة الإنسانية التي بدأت تتضاعف وتتفاقم في قطاع غزة. أشكركم. أشكر فخامة الرئيس رمفوزة على كلمته وأعطي الكلمة لفخامة السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية فليتفضل. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القادة ورؤساء الوفود، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينعقد هذا الاجتماع اليوم في ظروف غاية الصعوبة والقسوة، حيث يواجه شعبنا الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشيا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية التي تنتهك المحرمات والقانون الدولي الإنساني باستهدافها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي والمدارس ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب وقصف بيوتهم. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. لقد طالبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثة والطبية وتوفير المياه والكهرباء، ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك. من ناحية أخرى نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية والقدس واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة، ونؤكد بأننا نلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف واتخاذ الطرق السلمية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية. هذه هي سياسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فخامة الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة نحو المستقبل. ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهنا نؤكد بأن الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 وبضمانات دولية وجدول زمني محدد للتنفيذ.
وإنني أدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. أيها السيدات والسادة، لن نرحل لن نرحل لن نرحل، وسنبقى في أرضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأعطي الكلمة لفخامة السيد نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، فليتفضل. Mr. President, at the outset, I wish to express my deep appreciation to Egypt, to President Sisi, for organizing this very important summit at this critical juncture for our region. Egypt's role as a bedrock and promoter of peace and stability in this region is very critical. Cyprus, we are participating in this forum as a country of the region, the closest European Union member state, whose security is directly affected by the developments in the Middle East. كذلك فإن الدول الجوار والعلاقات مع دول المنطقة للمساهمة بكل الطرق الممكنة لتهدئة هذا الصراع وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، وكذلك التمثيل العالي للتعاطي مع هذه الأزمة، وكذلك التعاطي في حلول مشتركة وحوارات مشتركة لحل هذه التحديات العصيبة التي تواجهها هذه المنطقة. وفي هذا الشأن فإن قبرص سوف تتولى وتتعاطى مع هذه الأزمة، ذلك لأن التهديد الإرهاب يمثل تهديدا لكل الدول دون أي مبرر ودون أي مسوغ. فإننا جميعا فإننا نشجب وندين هذه حماس على الحرب التي بدأتها في 7 أكتوبر. كذلك فإن حماس، أود أن أقول أنها لا تمثل القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني. الثالثة، فإن حق الدفاع عن النفس يجب أن يتم ويتماشى بما يتماشى مع الحقوق الدولية وكذلك القانون الدولي الإنساني. رابعا، فإن الحاجة إلى وقف هذا التصعيد الفوري. النقطة الخامسة، فإن حماية المدنيين وحماية أرواحهم وحماية البنية التحتية المدنية، لأن كل اعتداء هو غير مقبول. سادسا، فإن ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. سابعا، الحاجة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن. ثامنا، الالتزام بحل الدولتين بما يتماشى مع المعلمات والمعايير التي وفق القانون مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة. هذا سوف يحل هذه المشكلة، لأنه يتضح بجلاء أنه ما من خيار آخر سوى توفير الظروف المواتية تحقيقا لتهدئة السلام وإحلال السلام. كذلك سيداتي وسادتي، فعلينا أن نوقف هذه الحرب، لأن هذه الأزمة الحالية سوف تستشري وتؤدي إلى أزمات عديدة أخرى وكأنها الأخطبوط. كذلك عملية السلام يجب أن تحل تمهيدا لهذا الصراع وكذلك حفاظا على الأرواح المدنيين. كذلك في غياب الحلول السياسية التي
تتعاطى مع الأسباب الرئيسية لهذا الصراع، فإننا بالطبع لن نصل إلى حل نهائي. إن الصراع الحالي يمثل تهديدا للأمن الدولي التي علينا أن نسلط الضوء عليه وألا نغض الطرف عنه، لا سيما بالنسبة لدول المنطقة، على سبيل المثال مصر والأردن، والتي تعمل جاهدين لحل هذا الصراع، وبالطبع لا نتوقع أن المزيد من الصراع. كذلك فأود أن نثمن جهود مصر على ما بذلته من جهود، لأن مصر هي مهد الأمن والسلام للمنطقة، وكذلك لا يمكن أن يتم تحييد هذه القضية. كذلك فإننا مثلما كانت القضية في الماضي، فإن الدول المجاورة بالطبع سوف تعاني من آثار هذا الصراع، وعلينا ألا نتوقع أن يحدث ذلك. نحن لسنا أمام أزمة إقليمية، ولكن هذا سؤال أساسي يهدد الأمن العالمي، وهذا يمثل تحديا كبيرا للجهود العالمية التي علينا أن نتعاطى معها. الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحضر معنا هذه القمة، نرحب به جميعا، وعلينا أن نمنح له الفرصة لتقديم الحلول في منطقة الشرق الأوسط واحتواء هذا الصراع. إن منطقتنا لا يمكنها أن تشهد مزيد ومزيد من حالات عدم الاستقرار. نحن أمام قضية للسلام والأمن والاستقرار. نشكركم شكرا جزيلا. أشكر فخامة السيد نيكوس خريستو ديولازيس رئيس قبرص، وأعطي الكلمة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فليتفضل. أصحاب صاحب الفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، أصحاب الفخامة والجلالة وسمو ملوك أمراء رؤساء الدول، إننا نعيش في هذه المنطقة وعلينا أن نتخذ خطوة واحدة موحدة. من الصعوبة بمكان أن نصل إلى حل مشترك، ولكن علينا أن نخفف هذه المعاناة. بالأمس ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت حالة من التناقض، أزمة إنسانية تحدث من ناحية، ومن ناحية أخرى شاهدت مئات الشاحنات المحملة بالمؤن الغذائية والمواد الطبية. لسنا فقط نعبر المعبر، ولكن على جانب المعبر من الطرف الآخر أشخاص بلا مأوى، بلا غذاء، بلا دواء، أمهات تعاني، أطفال تعاني، وعلى الجانب الآخر شاحنات ملأة بالمؤن، وعلى الجانب الآخر معدات جوعى خاوية من الطعام. كل هذا لصعوبة عبور الممرات وصعوبة عبور المؤن الغذائية إلى قطاع غزة. وأود أن أعرب عن خالص شكري لمصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه مصر، ولكن شعب غزة بحاجة منا إلى التزام لبذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبالطبع نحن نعمل بلا كلل ولا ملل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة. السيدات والسادة، لأكون واضحا معكم، إن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب أن نتخلص منها، لأن قضيتهم عادلة وشرعية. كذلك فإن هذا الصراع الذي دام أمده على مدى 65 عاما علينا أن لا ننحيه جانبا، ولا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد بها الإسرائيليين المدنيين. كذلك فإن الأمور المروعة بحق الفلسطينيين، يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يجب تطبيقها والالتزام بها، وعلينا أن نحمي المدنيين وألا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الأمم المتحدة وكل الملاجئ.
السيدات والسادة أصحاب الفخامة، إن هدفنا قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة وبلا توقف إلى غزة، كذلك تحرير الرهائن بطريقة فورية، وكذلك بذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف الذي سوف ينتشر في المنطقة. وكذلك أود أن أدعو إلى وقف إطلاق النار الآن. أصحاب الفخامة، إن جهودنا جميعا ومواردنا جميعا بحاجة إلى بذل المزيد والمزيد، ونحن نركز على وقف بحر الدم هذا لتحقيق الأمن والسلام على أساس حل الدولتين. إن إسرائيل يجب أن تكون هناك حاجة لكفل السلام لها والأمن لها كذلك، وعلى الشعب الفلسطيني أن يحقق آماله بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. حان الوقت لاتخاذ الإجراءات لإنهاء هذا الرعب وهذا الكابوس، كذلك هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال في فلسطين وإسرائيل بل والعالم. شكرا. أشكر معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأعطي الكلمة لمعالي السيد تشارلي ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، فليتفضل. Monsieur le Président Sisi, السيد الرئيس السيسي، اسمحوا لي أن أشكركم بشدة على هذه المبادرة ولقراركم لاستضافة كل هذه الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كممثل عن الغرب. بالطبع إن الكيان كيان الاتحاد الأوروبي قد أنشئ عقب حربين عالميتين، وإن الشجاعة والمسؤولية الدولية هي التي مكنتنا من إقامة هذا الكيان. واسمحوا لي أن أقرأ لكم المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي، إن التضامن وحفظ السلام وحفظ حقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفل والالتزام الكامل للقانون الدولي وحقوق الدول في تقرير مصيرها، كل هذا تضمن في المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي. وهذه هي الطريقة المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة، وهذا ما يجب أن نتبناه، وهذا بالطبع ملهم لنا في ما يتعلق بموقفنا، موقف الاتحاد الأوروبي حيال ما نراه ونشهده هذه الأيام. إن الهجوم الإرهابي الذي قامت به حماس ضد إسرائيل وشعبها هو بالطبع نحن نشجبه وندينه للغاية، ويجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع ولكي نوقف هذا الصراع، ويجب علينا بالطبع أن نسلك كل المسالك الممكنة لكي نحمي المدنيين وخصوصا الأطفال. ونحن نؤكد بالطبع على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي. لقد مكنتنا سيدي الرئيس من الاجتماع اليوم حول مائدة واحدة لكي نتناقش فيما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة، وأؤكد أنه يجب أن نكفل لهم حقهم في المساعدات الإنسانية، الماء والوقود والغذاء والدواء. وأعتقد أننا سوف من الضروري بالطبع أن نتعاون مع السلطات المصرية لكي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه المساعدات. وأود أن أؤكد أيضا
على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود، جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. هذه هي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا أن نعمل بجهود متضافرة لكي نتجنب انتشار هذا الصراع، أن نحتويه وأن نجد حلول مشتركة، وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع. والنقطة الثالثة التي أود أن أطرحها عليكم أيها السيدة والسادة هو ضرورة بذل كافة الجهود من أجل أن يكون حل مستدام، حل للدولتين، وهي بالطبع المبادرة التي تمثلها معظم الدول هنا. هذه المبادرة التي جمعت دول عدة، كل الدول هنا يجب أن تدعم أيضا السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. بالطبع نحن الآن في سياق يعاني فيه فلسطينيون من صعوبات عدة ومعاناة جسيمة وانقسامات وتوترات، ومسؤوليتنا كمجتمع دولي هو أن نتضافر ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة، وأن نتمسك بالطبع بهذه القيم وباحترام القانون الدولي. وأشكركم جميعا في نهاية كلمتي. شكرا للسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأعطي الكلمة لفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، نتقدم بداية بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته القيمة بالدعوة إلى هذه القمة استجابة للظرف الاستثنائي الذي يمر به قطاع غزة وانعكاساته الهدامة على المنطقة حالا ومآلا. إن الوضع الراهن في المنطقة كارثي بكل المقاييس، فما يتعرض له المدنيون العزل ينافي كل القيم والمبادئ ويصادم مرتكزات الوجدان البشري في الفطري بما يشهده من تدمير وحصار وجرائم صارخة ضد الإنسانية، يمثل مستشفى المعمدان إحدى أفظع صورها. إن استمرار هذا الوضع ينذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط بمجمله، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها ولا بحجم آثار مفاعيلها السلبية على المنطقة ككل والعالم بأسره. وتستدعي خطورة الوضع القائم بإلحاح هبة قوية من الجميع وبذلا لكل الجهود الممكنة من أجل تداركه، فلا بد من الإسراع في إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإعادة تأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء ووقود، كما لا بد من العمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار يؤمن إنسيابية حركة المساعدات الإنسانية ويتيح فرصة للعمل على استعادة الأمن والاستقرار. وإنما تشهده هذه المنطقة من عنف وكوارث ليس إلا نتيجة حتمية وعرضا من أعراض الإشكال المركزي الذي يعصف بأمنها واستقرارها منذ عشرات السنين، والمتمثل في عدم إنفاذ حق الفلسطينيين في إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. لقد آن الأوان لأن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد في هذه المنطقة بسلام أو أمن مستديم
إلا بقدر ما ينعم الآخرون به. والسلام كما الأمن لا يحرز جميع، ولذا يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي بمجمله العمل بجدية وعزم وصدق إرادة لإيجاد حل تقوم بموجبه دولتان فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وإن أسس هذا الحل موجودة في قرارات الشرعية الدولية وفي المبادرات السياسية كالمبادرة العربية، ولن ينتظم للمنطقة بدونه أمن والاستقرار. وإنني إذ أتطلع أن تساهم هذه القمة في الإسراع بتدارك الوضع الكارثي في قطاع غزة وفي الدفع باتجاه قيام حل الدولتين، لأرجو لأعمالها كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. إذن كانت هذه هي كلمة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في قمة القاهرة للسلام المخصصة لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شكر فخامته ودعوة نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متحدثا عن الظروف الاستثنائية والمآلات الهدامة التي وصفها فخامة رئيس الجمهورية وما يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية، وكذلك تحدث عن تدهور القيم ضد الإنسانية، حيث كان مستشفى المعمداني الذي شهد أكثر من 500 شهيد من الفلسطينيين العزل، وقضية الشرق الأوسط ذات التعقيد التي تجاوزت 7 عقود ونصف من الاحتلال، وطالب فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع إلى إنشاء ممرات آمنة وإعادة تأمين الخدمات الأساسية والوقف الفوري لإطلاق النار من أجل انسيابية هذه الممرات وإنفاذ الفلسطينيين من أجل الأمن والاستقرار والسلام، وأنه لا يمكن أن تنعم هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط بالسلام بدون استقرار للفلسطينيين وعلى أرضهم الفلسطينية. وكانت موريتانيا والأردن قد دعتا في رسالة مشتركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استئناف إشغال الدورة 10 الطارئة، وذلك من أجل معالجة الأزمة الناتجة عن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على إثر فشل مجلس الأمن الدولي في معالجة هذه القضية. إذن إلى هنا تنتهي مشاهدينا الكرام تغطيتنا، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى تغطية جديدة.